فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعناكم من جديد في فير بلاي في آخر جزء من حصتنا اليوم. نبدل الاختصاص نحكيو هوند. أكيد المنتخب يشارك في مونديال مصر 2021، ولو أنه نقص شوية الاهتمام في تونس بالمونديال بعد انسحاب منتخبنا من الدور الأول. المقابلات نتاع كاسمون اللي قاعدين نلعب فيهم منتخبنا ماهمش قاعدين نلقاو في اهتمام كبير، لكن ما يسالش نحكيو على المنتخب. أيضا اليوم مقابلة مهمة ضد منتخب النمسا، ولو أنه مش مهمة برشا من أجل كأس الرئيس. تناخذوا الإجابة من عند اللاعب الدولي السابق صاحبي بن عزيزة، ناخذ من عنده التفاصيل على المقابلة هذه، كيف يشوفها مع منتخب النمسا، وأيضا كيف يشوف المنتخب بصفة عامة في المونديال هذا. صاحبي أهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا جميع المستمعين. مهمة ولا مش مهمة تاع اليوم ماتش؟ نلعبوا على ترتيب من 28-32، ظهر لي ما عادش مهم كثير في البطولة هذه. صحيح. خاصة طريقة الخروج يعني النزول للدرجة هذه يعني ما كانتش مرضية في بطولة عالم، كانت ممكن ترشح الدور الثاني كان في متناولنا حتى نعتبره. ما عنده حتى قيمة مع ماتش كيما اليوم ضد منتخب النمسا، ونجم نعتبره حتى تحذيرات للمنتخب اللي نعبيه الشبان الصغار اللي قاعدين يمشوا أول مرة للمونديال صاحبي، وإلا ما عندوش أونجور الماتش ما في شيء. لا والله كل مباراة في بطولة العالم يعني تعتبر خبرة، سواء الإطار الفني يعني عنده نقص خبرة يعني في المستوى العالمي في بطولة العالم في المستوى هذا، واللاعبين شبان بطبيعة كيما درمول كيما يعني بقية اللاعبين الشبان لازم يشاركهم أكثر باش يستفادوا من الخبرة نتاع المباريات الرسمية. هذا أكيد عنده أهمية، مش مباراة ما غير أهمية. صحيح. باهي، كيف شفت المنتخب صاحبي في المونديال هذا بصفة عامة؟ والله المنتخب يعني كما قلت مشاركة كانت ممكن تكون احسن يعني من اللي كان عليه، ولكن يعني قلة استقرار ممكن الجامعة، قلة استقرار ممكن يعني الظرف خلى يعني شويه قرارات عشوائيه اتخذت يعني خاصه في خصوص اللاعبين، اختيار لاعبين ولا اختيارات تاديبيه كانت مش محلها، يعني ممكن كانت عقوبات يعني في تصير في نوادي ما تصيرش في منتخب. لما تعاقب يعني كوادر اللاعبين قبل البطولة بأسبوع بأسبوعين، عاقبت معناها منتخب كامل تونس كامل ما عاقبتش روحك قبل كل شيء. لكن صاحبي هنا الجامعة تقول لك نحن في الانضباط، أنا في المنتخب. والله الجامعة لما تكون أنت في سنة انتخابية وتختار متدرب على 4 سنوات، ما نعرفش هل أنت ممكن سنة انتخابية الأخيرة يعني ممكن مكتب الجامعة ممكن يكون يتبدل يتغير السنة الجاية. لما أنت تعمل نظرة 4 سنين قدام مع إطار فني ما فماش رؤية، ما عندهمش رؤية، ممكن يجي رئيس الجامعة الموسم الجاي يقول لك أنا ماش نفس الرؤية يعني. فسخ وعاود من جديد. هذا أي بطبيعة لو أنت تكون في آخر سنة في انتخابية ممكن رئيس الجامعة يتغير، الطاقم اللي جامعة الكل تغير يقول لك انا مش عندي نفس النظره نتاع المدرب. انا حسب لما بعد تونس جورونا بعد خيبه كاس افريقيا كنت ممكن يكون عنده الجراه يعني الاتحاد ولا الجامعه انه يختاروا مدرب يعني له خبره في المجال العالمي، حتى في لاعب منتخب كيما وليد بن عمر كيما ثابت محفوظ كيما يعني مدربي ونخبه او لاعب منتخب قبل ودرب يدرب الفريق في ظرف صعب ممكن كان ياخذ مسؤوليه ويتحملها باكثر جراه. ولكن هل الاتحاد يعني ولا الجامعه تفقد مع الاطار الفني انهم يفرضوا الانضباط ويضحيوا ببطوله العالم هذه للمستقبل؟ ممكن يكون هي الكواليس، هذه لو كان اتفاق بين المدرب والاطار يعني والاداره انهم يفرضوا الانضباط وانهم يشبوا الفريق بنسبه 70% ممكن يكون يعني اختيار مش في وقته يعني ما كانش محله بعد خيبه الكاس الافريقي تعمل خيبه في كاس العالم. كاني فهمت صاحبي كاني فهمت من كلامك انك ضد كنت فكره تعيين سامي السعيدي هكا. ما كنتش ضد سامي حاليا يعني من احسن المدربين يعني في تونس في الفرق، وبطبيعه واخذ يعني كاس افريقيا مع النجم الساحلي ومدرب يعني محترف ونحترمه كثير ولعبنا مع بعضنا وعندنا يعني عشرة. ولكن خاطر سميت لي ملاعبين اخرين ولا مدربين اخرين قلت لي كانوا هما اجدر في الوقت هذاك، علاش؟ في ظرف صعب، ظرف صعب ممكن خاصة خلاو انه سامي السعيدي هو في الواجهة نتاع مع الجماهير مع التعليق الصحفية مع الجرأة وكل خلاوه وحده في ممكن في الاختيارات ممكن تظلم زي ممكن تظلم لانه يعني الحقيقة يعني خيبة الامل هذه ممكن الناس كل تشاركني فيها ممكن حتى لو تقول شبان ولكن يعني كانت كأس العالم كانت في متناول مرور الدورة الثانية اقل شيء كان في متناول منتخب تونس يعني. ما تشوفش صاحبي مثلا كورة نقولوا حكمت في ترشح المنتخب للدورة الثانية والا 10 ثواني من مقابلة البرازيل مثلا، لو كان كملنا رابحين كان الكلام اخر يكون.
صحيح صحيح صحيح، وهي كورة كورة تهز الفوق كورة تهز اللوطة، تغير يعني مسار كل البطولة، تغير مسار مسيرة المدربين واللاعبين. ولكن ان شاء الله تكون يعني ما مانيش نحب نصرحها كان يعني ممكن انت فهمتني بالعكس، انا اني ضد الاطار الفني بالعكس، راه انا نحكي بصفه كتونسي، ولكن الجامعه مثل ما عطت الثقه للاطار الفني ان شاء الله ما يظلموش سامي السعيدي ولا عمر الخضيره كما ظلموا انور عياد قبل يعني بعد 2016، كما ظلموا ابن عمر قبل، كما ظلموا كثير اللاعبين النخبه، يعطيوا الفرصه للاطار الفني هذا كما تفهموا معه انه الانضباط عندهم يعني تصفيات الالعاب الاولمبيه على الابواب، يكمل الاطار الفني خدمته. ونتمنى نتمنى بكل قلبي انهم يصالحوا يعني يحلوا باب الصلح مع لاعبين مثل شوارف، مثل لاعبين الكوادر مثل اسامه بوغامي اللي تظلم حتى لو اختيار فني، ولكن هذا لاعب يعني له قيمه، وكوادر لا وكوادر المنتخب لا يحرمون المنتخب بدون استدعاء يعني. بعد مسيره لاعب 12 سنه و 15 سنه تضحيات، جي انت بكل سهوله غير لا يناسبني يعني، لازم تحترم اللاعبين المنتخب، وخاصه انه راه لاعبين ممتازين لازم يكون حمايه لهم. تاخذ شبان مباشره في بطوله العالم، ما حميتش لا حميت جديد ولا احترمت القديم يعني. اخطا سامي السعيدي في استبعاد البوغامي خاصه انه على الاسباب كونها اسباب فنيه، هو اختياره، هو عنده رؤيته، عنده جرأته، عنده شجاعته، ولكن حسب رأي بوغامي حتى ولو ممكن بعض المدربين ما يشوفش في المنظومة متاعه، ولكن كان يستحق أقل شيء يعني معسكر يدخل مع المجموعة، ممكن حتى ولو سامي يشوفه إنه مش مناسب المجموعة، ممكن كان يكون بوغامي ممكن كان يتغير مع سامي السعيدي، ممكن كان يدخل في المنظومة وعنده صيته يعني، عنده فنيا أو علاقة مع المجموعة ممتاز بوغامي الحقيقة، حتى أصحابه تشوف يعني التأثر متاعهم يعني باين في المجموعة. وين كان خلل صاحبي في المونديال في المنتخب؟ وين كانت نقطة الضعف؟ وين ما مشيناش بالباهي؟ والله كما قلت لك، لما تكون راس الهرم يعني القرارات تغير مركزة، وتكون يعني مجموعة كانت عاشت رجات قبل بطولة كأس العالم، وين مشينا كأس العالم ولا بطولة العالم بكثير انتقادات والناس الكل مش نفس الموجة، دائما صارت خيبة الأمل يعني، وإن شاء الله إن شاء الله نزيد نبنيو على الصحيح إن شاء الله. باهي خلينا نتغلى الفرصة. على فكرة عجبني يعني الانترفيو مع وليد بن عمر مؤخرا، لأن أنا لعبت معاه كان من أحسن اللاعبين، وتمنيت انه ياخذ حظ نتاعه كمدرب منتخب من سنوات. جبت يعني باهي مادام جبت انت الموضوع يا ابن عمر، باهي خليني ناخذ رايك خويا في الموضوع. شنو صار؟ كنت موجود وقت 2005 صاحبي، انت كنت حاضر، شنو صار وقت؟ كنت موجود، وكلام ولا قال ابن عمر كله صحيح، يعني انا لعبت مع ابن عمر، انا بالنسبه لي انا اسطوره من اساطير كره اليد التونسيه، وليد بن عمر، انور عياد، محمد مادي، كثير لاعبين باش ما ننساهمش يعني، صبحي سيود، هذوما الناس ما يعني اثروا على كره اليد التونسيه. وليد بن عمر تظلم كما قال، هو كان سله من اللاعبين اللي لمصالحهم الخاصه وللتمتع باكثر لاعب وقت لعب، صارت يعني كثير كواليس ممكن الحين توا نحكي عليها، لان بالنسبه لي انا من اكثر مظاليم كره اليد التونسيه هو ليد بن عمر. تمتع اكثر بوقت لعب، معناها تقصد اللي عنده بوست نتاعو هيك المجنب. العلم عند الله، احنا على الكواليس، العلم عند الله. نحكي لك يعني هو قالها وقالها من غير ما لمح لحتى احد، ولا ما لمح لحتى احد، وما نقول ما نسميه زاد باش ما نتهم حتى احد، ولكن يعني ما بالطبع لا يتغير، معناها تتواصل نفس الاسطوره حتى بعد 2005 قعدت نفس السيطره على المنتخب، والقرارات يعني هم اللاعبين يقروهم، ويعني كانت ضعف من الاداره و بقيه الملاعبيه ما كانش عندهم كلمه وقتها، بقيه الملاعبيه صاحبي يقولوا ليه ويدي عاوننا كان وقتها. والله كما قلت لك، فما الناس كي يجيك تحكي فما تسمع قرارات يعني الظالمه، تجي تكلم يقول لك هذه من الفوق. كانت عندنا كلمه من الفوق، هذه قرارات من الفوق، العلم عند الله. حتى في سمه قائد الفريق لما انصاب هيك المجنم قال لك لا هذه من الفوق، لازم يكون عصام، ما لازموش يكون انور، ما لازموش يكون صاحبي بن عزيزه، ما فهمت. وسام بوسنينه هو يعني كان قائد فريق وقتها ولا؟ نعم. وسام بوسنينه كان قائد فريق. لا من بعد لما هيك في 2008 انصاب هيك، المفروض كان انور ولا صاحبي ولا معهم الكبار من الجمعيه. فهمتك. هما قالوا لي قالوا من الفوق، قالوا من الفوق قالوا انا نكون عصام تاج. واضح. غايظتك تحسها اليوم؟ كيما قلت لا عجبتني برشا، خاطر بالحق من لاعب انا ضد انه تقزيم يعني مسيره لاعبين مثل وليد بن عمر، مثل اسامه بوغامي، مثل انور عياد، مثل محمد مادي اللي خرج من المنتخب يعني بصفه يعني بسيطه، ثم لاعبين اثروا علينا احنا كنا لاعبين، او احنا ممكن اثروا على اجيال واجيال،
يسموش يخرج على عدم دعوة منتخب أو مدرب يعني حتى لا يخاطبه عدم دعوة فقط يعني بسيطة. شكرا. ويبقى أمر من أكثر مظالم كرة اليد التونسية. أعطيك صحة. شكرا.